طب ده هيخليني أتوجه بقى إلى الملفات التي سوف تطرح في القمة الثنائية بالغد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفيتنامي تران دي كوانغ. في الحقيقة أعتقد مدى واسع جدا من الملفات، ربما اللي يهمنا أكتر في مصر الملف الخاص بالتعاون الاقتصادي، وهنا في الحقيقة مجموعة يعني نقدر نقول الطموحات أو مجموعة أفكار مطروحة أو مجموعة مشروعات مطروحة، منها طبعا في مقدمتها مسألة تنشيط التبادل التجاري بين البلدين، لأن الحقيقة التبادل التجاري متواضع جدا، حجم التبادل متواضع، وفيتنام سوق واسعة جدا للمنتجات المصرية والكثير من هذه المنتجات، وبالتالي عندنا فرص كبيرة جدا في السوق الفيتنامي، نستطيع ان احنا ننشط تجارتنا، وده هينعكس بالتاكيد على الحراك الاقتصادي في الداخل المصري. ربما الملف الثاني الخاص بالاستثمارات المشتركه في مجال الثروه السمكيه، هم عندهم خبره الحقيقه واسعه في هذا المجال وتكنولوجيا مهمه، واحنا ايضا ما زلنا يعني ما استغلناش كل ثرواتنا السمكيه بالقدر اللي احنا بنطمح اليه، احنا عندنا شواطئ ممتده، البحر المتوسط والاحمر ونهر النيل وغيرها، والبحيرات بتاعتنا طبعا في مقدمتها بحيره ناصر، فكل ده اعتقد انه لم يستغل بنسبة مثلا 100%، يعني لا لسه قدامنا يعني افاق كبيرة جدا في هذا، فاعتقد ان هم ايضا يستطيعوا تطوير هذا القطاع يعني لفائدة مشتركة، فائدة خدمة السوق المحلي المصري اللي هو احتياجات الحقيقة متزايدة في هذا المجال، وايضا للتصدير والاستثمارات المشتركة. نعم. النقطة ربما الثالثة اللي اشرت اليها اللي هي الاتفاق الخاص ب المجال السياحي، وده ايضا مجال مهم في مصر، لان يعني ما زلنا قطاع السياحه هو عصب الاقتصاد المصري، وتنشيطه هيبقى له مردود مباشر على المواطن المصري، مش يعني القطاع ده بالذات مرتبط بعماله كثيره وفرص عمل وحراك اقتصادي بيكون مباشر الحقيقه، وبيشعر به المواطن المصري مباشره مش عبر الدائره الاقتصاديه المعتاده يعني. نعم دكتورة نورهان، أنا كنت بقرأ مقال حالا لحظة صدق للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح، وهي تعرضت في هذا المقال للتجربة الفيتنامية منذ أن كان هناك الحرب الأمريكية على فيتنام وما تلا هذه الحرب من تبعات، اقتصاد منهك، دولة منهارة، دولة مضطربة، وخرجت من هذه الأزمة إلى شكل آخر وانفتاح آخر على العالم. يمكن أستاذ إلهام كمان مركزة أكتر على التجربة التعليمية في فيتنام بالنسبة للتعليم العالي، الانفتاح العالمي على التعليم العالي، الارتباطات البحثية التعليمية، الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التعليم العالي الفيتنامي. كيف يمكن أن نستفيد من هذه التجربة الفيتنامية والتي عرضتها أستاذ إلهام أبو الفتح بالوضع الحالي في مصر؟ يعني هو التعليم بالذات بتبقى تجربته مرتبطة بالمجتمع اللي هو فيه، لأن كل دولة ليها احتياجات مختلفة، وبالتالي ما تحتاجه مصر قد يختلف بعض الشيء عن احتياجات فيتنام أو غيرها من الدول في مجالات تكنولوجية معينة، في مجالات تعليمية معينة، فالمفروض أنه بيكون في قراءة للداخل الأول، ثم يعني هذه القراءة نبدأ نشوف مع أي دول ممكن أن نتعاون، لكن بالتأكيد فكرة التعاون الجنوب الجنوبي، يعني دلوقتي ما عدناش بنتكلم على فكرة الجنوب والشمال في التعليم، لأن دي ثبت أنها شوية يعني مع الظروف الراهنة ومسألة الحد من المنح وغيرها من جانب الدول الغربية بشكل عام، نتيجة مسألة الإرهاب والخوف من الهجرة غير الشرعية وغيره وغيره، فده حد شوية من التعاون في مجال التعليم العالي تحديدا والتعليم بشكل عام، وبالتالي الكلام دلوقتي بينصرف على فكرة تعاون الجنوب الجنوب. نعم. وخصوصا زي ما حضرتك اشرت ان في عدد من الدول ومنها فيتنام انفتحت على المؤسسات التعليميه سواء الدوليه او الغربيه، واصبح في هناك في كثير من هذه الدول سواء هي او ماليزيا او غيره واندونيسيا افرع للجامعات العالميه والغربيه في هذه الدول، والافرع دي وفق الستاندرد ووفق لل يعني المستويات اللي هي موجوده في الغرب. نعم. وبالتالي يعني بدا فكره لماذا لا نتعاون كجنوب جنوب في هذا الملف ونستفيد فعلا من هذه الخبرات، نرسل منح
وكأننا أرسلناها إلى أوروبا في واقع الأمر، لأن هناك أفرع لكل أو لعدد كبير من الجامعات الغربية والأوروبية والأمريكية في هذه الدول. نعم. وبالتالي بدل ما يعني نتجه الى الشمال، هو اصبح الحياه بيضع قيود شديده جدا في مجالات عده، ممكن نحن ننفتح على الجنوب ونرسل ايضا بعثات تستفيد بقى من تجارب هذه الدول في قطاعات مختلفه تكون يعني مفيده بالنسبه لنا احنا في مصر، ونقدر نوظفها عندنا في الداخل المصري.